أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله متفق عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي